بصراحة أنا شايف صيف ممتع وبسم الله ما شاء الله حاجة جميلة وإقبال عن أي سنة بالنسبة لمحافظة مرسى مطروح، وإقبال السنة دي أزيد من كل سنة، حتى بدليل خلاص إن إحنا في 29/8، يعني خلاص 30/9 داخلين على 30/9 تمام بكرة إن شاء الله، وشايفين الإقبال قد إيه طبعا، واخد بالك بالنسبة للساحل طبعا إن مفيش ضغط كده، وبالنسبة للشواطئ العامة إن كانت راس البر أو جمصة أو بلطيم طبعا استحالة إن إحنا نشوفهم الإقبال الموجود ده، وإنتوا طبعا زي ما إنتوا شايفين كده الناس قد إيه، والسنة دي كمان إن حاجة جميلة أوي السنة دي المحافظة عاملاها بالنسبة لخدمات الشواطئ، شاطئ جميل بصراحة بجميع خدماته، كل حاجة بالنسبة لدورات المياه، أدوات الغرف لتغيير الملابس، المصطفين بيجوا بيلاقوا كل حاجة موجودة على الشاطئ، ودي حاجة طبعا تتميز بيها محافظة مرسى مطروح ما شفتهاش في أي محافظة تانية، وتمام وحاجة جديدة السنة دي وأول مرة تحصل في محافظة مطروح إن أنا شايف فرقة إنقاذ كشركة متخصصة في مجال الإنقاذ إن كان موجود بالنسبة لوسائل الإنقاذ بتاعتها الجيت سكي واللانش اللي موجود طبعا، يعني حاجة بصراحة تحسد عليها المحافظة السنة دي، وبصراحة سيادة المحافظ وسيادة رئيس مجلس مدينة محافظة مطروح عاملين شغل السنة دي الله أكبر عليه يحسد عليه بصراحة. يعني عامة مطروح بالنسبة لي هي بلد غير أي بلد رحتها وغير أي بلد زرتها، فيها شواطئ فظيعة، فيها شواطئ عجيبة، أم الرقم، الشواطئ دي هي عايزة يعني سياحة أكتر، عايزة تتنشر أكتر، إن هي بلد هي تستحق إن هي تبقى مشهورة أكتر. حاجة جديدة حلوة خالص وأحلى من اللي قبلها، بستمتع فيها أكتر، فلا بجد تحفة خالص، ويعني أكيد هكررها تاني. بصراحة الصيف السنة دي جميل جدا في شواطئ مطروح، بدليل الإقبال الكبير اللي موجود في شواطئ مطروح، احنا حاليا يعني النهاردة 29/9، احنا يعتبر في آخر الصيف، 29/9 ده المفروض بتبقى الشواطئ كلها قفلت والناس بتلم حاجتها وبتروح، احنا الحمد لله في مطروح حاليا يعني الإقبال كبير جدا لسه زي ما هو، كأننا في منتصف الصيف، بسم الله ما شاء الله، يعني دي تجربة أول تجربة ليا في شواطئ مرسى مطروح، والصراحة كانت تجربة ممتعة جدا، وموجود كل الألعاب المائية اللي الناس تستمتع بيها جدا، وليلا كمان موجود حاجات كتير للناس اللي هي تنزل تتفسح فيها زي كورنيش مطروح، ليلا لو الناس نزلت شافت الكورنيش بالليل حاجة ممتعة جدا، موجود سينمات، موجود سيرك، موجود ملاهي، موجود كل حاجة الناس تستمتع بيها، يعني اللي منزلش مطروح الصراحة السنة دي خسران كتير.